الباحثون السوريون. سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. العلاج الوقائي الكيميائي لسرطان الثدي. كيف يمكن لطبيب الصحة العامة أو طبيب النسائية أن يقنع النساء بتحري سرطان الثدي لديهن خلال الفحص السنوي؟ يعد سرطان الثدي مشكلة صحية شائعة، وعلى الرغم من وجود وسائل فعالة لمحاربته لم تحظى طرق الوقاية الكيميائية قبولا عاما بعد. بالرغم من كل ما نشرته الصحف ووسائل الإعلام عنها، حيث لا تزال هذه الوسائل أداة غير مستعملة وغير منتشرة مقارنة مع أدوية أخرى مثل الأدوية خافضة للكوليسترول، أستاتينات وخافضات ضغط الدم والتي يتم استهلاكها بشكل كبير. ومن أفضل الوسائل للمضي قدما في مكافحة سرطان الثدي تكون عبر إقامة علاقة جيدة مع المريضة وإجراء نقاش صريح معها حول مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والفوائد الكامنة وراء استعمال طرق الوقاية الكيميائية. هل يتوجب على الطبيب التحدث مع المريضة بشأن تناول الأدوية لإنقاص خطر الإصابة بالسرطان؟ ينبغي على النساء الأخذ بعين الاعتبار أن صحة الثديين أمر هام كصحة القلب والعظام والأوعية الدموية، وخصوصا مع التقدم في العمر حيث من الممكن اعتبار سرطان الثدي مرض المتقدمات في العمر. ما هي أهمية الحديث للسيدة التي تمتلك عوامل خطورة شخصية لهذا المرض؟ النساء اللاتي يملكن عوامل خطورة شخصية لسرطان الثدي هن الأكثر أهمية للتحدث معهن حول أهمية الوقاية بالأدوية الكيميائية. بصرف النظر عن الاستعداد الوراثي لسرطان الثدي مثل وجود طفرات على الجين BRCA1 وBRCA2، فإن الذي يحدد النساء الأنسب لتطبيق العلاج الوقائي الكيميائي هو وجود قصة شخصية لخزعة ثدي غير طبيعية تشير إلى آفة قبل سرطانية. وهذا الكلام ينطبق على جميع النساء قبل وبعد سن الإياس. وللأسف فإن العديد من هؤلاء النسوة لا تتم مناقشة حالاتهم مع طبيبهم. ما هي الأدوية التي يمكن أن تقيم سرطان الثدي في حال وجود عامل خطورة لدى المرأة؟ لحسن الحظ هناك عدد من الخيارات الفعالة. التاموكسيفين والرالوكسيفين تعد أكثر الأدوية شيوعا. أولا التاموكسيفين. يوقف التاموكسيفين تأثير الإستروجين، وهو هرمون جنسي يمكن أن يحرض نمو وتطوير العديد من أورام الثدي، ويستعمل لإنقاص خطر السرطان الغازي عند النساء عاليات الخطورة فوق سن 35 سواء كانت في سن الإياس أم لا. ينتمي هذا الدواء إلى مجموعة من الأدوية تدعى حاصرات مستقبلات الإستروجين الانتقائية، يتم تناوله حبة يوميا عبر الفم ويؤخذ عادة لمدة 5 سنوات كاملة، ويبقى تأثيره الواقي لمدة 10 سنوات بعد إيقافه. تتضمن بعض التأثيرات الجانبية للتاموكسيفين الهبات الساخنة، التعرق الليلي، الضائعات المهبلية وجفاف المهبل. نادرا ما يسبب تناول التاموكسيفين خثرات دموية أو سرطان بطانة الرحم أو أذيات، ويعد حدوث سرطان الرحم عند السيدات قبل سن الإياس تأثيرا جانبيا نادرا لهذا الدواء، وتفوق فوائده مخاطره خصوصا في حال وجود قصة عائلية قوية لسرطان الثدي لدى المرأة. ثانيا هناك دواء آخر يدعى الرالوكسيفين، يشبه كثيرا التاموكسيفين وينتمي إلى نفس مجموعة الأدوية وله نفس التأثير، لكنه يستخدم أيضا للوقاية والعلاج من تخلخل العظام عند السيدات بعد سن الإياس. ثالثا مثبطات أنزيم الأروماتاز.
تستعمل مثبطات أنزيم الأروماتاز بشكل شائع لعلاج سرطان الثدي عند السيدات التي تمتلكن مستقبلات هرمونية إيجابية بعد سن الإياس، وتعد هذه الأدوية خيارا جيدا للوقاية منه أيضا. تعمل هذه الأدوية على تقليل كمية الإستروجين في الجسم وتحرم بذلك الخلايا السرطانية في الثدي من الاستفادة منه، وبالتالي موت هذه الخلايا. هناك ثلاث مثبطات من هذا النوع تمت الموافقة على استخدامها عند النساء بعد سن الإياس للعلاج والوقاية من سرطان الثدي، وهي الأناسترازول، الإكسيمستان، والليتروزول. تشمل الآثار الجانبية لهذه الأدوية التعب، جفاف المهبل، الهبات الساخنة، آلام الرأس، واستخدامها يزيد خطورة تخلخل العظام عند السيدات. الأهم من ذلك والذي يحتاج لمناقشة أيضا هو المخاطر والمنافع، نوعية الحياة والعوامل الأخرى مثل التكلفة. ولكن لحسن الحظ لم يكن هناك أي آثار جانبية مهددة للحياة عند استعمال مثبطات أنزيم الأروماتاز، على الرغم من بعض الآثار الجانبية والتي قد تكون مزعجة. وهذا يجعل منه دواء آمنا وفعال. إن تجريب الدواء لمدة 3 أشهر يسمح عادة للمرأة والطبيب بتحديد مدة العلاج التي يمكن تحملها على المدى البعيد والتي قد تصل ل5 سنوات. ولحسن الحظ أن معظم الآثار الجانبية الناجمة عن استخدام مثل هذه الأدوية مثل انقطاع الطمث قابلة للعكس، ولم يثبت ضدها أي أثرا طويلا للأمد أو مهددا للحياة. ولكن لا يزال التحدي الأكبر أمامنا هو تحديد مجموعات الخطر من خلال استعمال وسائل غير بضعة مثل فحص الثدي الشعاعي، فحص اللعاب، فحص عينات الدم، وهذا ما تركز عليه معظم الأبحاث اليوم. تحذير: لا ينبغي استخدام أي من الأدوية المذكورة دون استشارة الطبيب. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بخير.